هذا الشهر العظيم نحاول فيه أن نلتمس الهدى من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلقه العظيم، ومن أحاديثه التي تركها لنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا ثروة عظيمة من التوجيهات النبوية، ومن المواقف، ومن المواعظ، يستطيع الإنسان بها أن يسلك طريقه في الحياة بسهولة ويسر وسعادة، سعادة الدارين الدنيا والآخرة. ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورسولنا الكريم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. ويقول في حديث آخر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني ليكملها. والتمام يكون هناك شيء في الإناء فنتمه حتى يصل إلى منتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وهناك أخلاق عند البشر، لكنه جاء ليوجه هذه الأخلاق ويجعلها نشطة في الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكلمة إنما تدل في اللغة العربية على مزيد الاهتمام، وكأن الأخلاق هي التي تشغل الجزء الأعظم من الدين.